في مشوار حضرتك اتعاملت مع عظماء، يعني اسامي واحنا ماشيين كده بنسمع اسامي كلها عالميه، كل العصر الجميل، العصر الجميل وكلها اسامي طبعًا كبيره طبعا. مين اكتر واحد اثر فيك يا استاذ محسن؟ كلهم انا اتعلمت منهم حاجات، لان هم كانوا كلهم مواهب عاليه جدا جدا. استاذ محمود مليجي، استاذ يحيى شاهين، استاذ يوسف وهبي، استاذ عبد الوارث عصر، مدام فاتن حمامه، سعيد المهندس، رشدي اباء، رشدي اباظه، احمد مظهر، شكري سرحان، بقول لك كل ال كتاب التاريخ بالظبط كده، كلهم اشتغلت معاهم. فطبعا كل واحد اتعلمت منه حاجه، يعني لان هم كلهم اساتذه وبيحتووا اللي حواليهم وما بيسيبوهمش كده، يعني كانوا بيحتوونا، كانوا بيقولوا لنا. مين اكتر واحد كنت خايف وانت داخل تقابله اول مره؟ لا الحقيقه اللي عمل فينا الموضوع الشجاعه ده وما بنخافش كانت الله يرحمها ابله فضيله. انت لسه كنت اقول لك ابله فضيله، صحيح ابله فضيله كنت بتطلع معاها اطفال، كانت بتستضيف كبار الـ الروائيين الروائيين طبعا. فكنا بنعمل اسئله مع الناس دي، مع استاذ نجيب محفوظ، مع يوسف ادريس، مع الناس الفطاحل العمالقه دي، فاحنا اللي كنا بنسالهم. دول ما بيتسالوش، دول بيسالوا بس يعني دول بالظبط. فطبعا خلت المسائل الناس الكبار قوي دول بالنسبه لنا قريبين، فبقى الواحد بيتعامل معاهم عادي جدا بثقه، يعني زرعوا فينا الثقه وزرعوا فينا الالتزام وزرعوا فينا، لان طبعا كنا بنطلع على الهواء احيانا، يعني فانت عشان تطلع على الهواء يعني لازم تبقى حافظ كويس، لازم تبقى في الجاي محترم ميعادك، لازم تبقى حاطط ملابسك ازاي عشان تغير في الديكور من ورا وتخش الناحيه الثانيه، او مثلا في الاذاعه تبقى واقف حافظ كويس قوي عشان خاطر ما تتلجلجش قدام واحد كبير من الروائيين الكبار او من الفطاحل اللي انت هتتعامل معاهم. فطبعا ده خلى الواحد بقى عنده ثقه وبقى بيخش وهو واثق من نفسه يعني. فالحقيقه ما كانش فيه، وهم كمان كانوا بيدوبوا اي تلج او اي يعني اي رهبه. طب مين اللي مش هتنساله موقف؟ يعني الاسامي الكتير دي اكيد في مواقف كتير كتير كلهم الحقيقه يعني. طب افتكر لنا موقف يا استاذ محسن كده واحد، يعني دايما بيجي على بالك الموقف دايما. لا ما هو كل واحد له موقف يعني. استاذ فؤاد المهندس طبعا رحمه الله عليه، ده استاذ في المسرح وتتعلم منه انك ازاي يبقى كل الكاست او كل الفنانين اللي حواليك كلهم بيجيدوا، كلهم بيبقوا هايلين. في بعض الفنانين اللي هم يعني ضعاف الموهبه يتضايق لما يبقى اللي قدامه قوي قوي طبعا، فعلشان يظهر هو لازم يقلل. لكن فؤاد المهندس كان بيحب كل اللي حواليه يبقى كبار، ولو انت فاجئته بحاجه وعجبته يكبرها لك. يعني مثلا في سك على بناتك، انا متاكد ان انا بص دي كان في الورق. لا يعني دي لحد النهارده ما بتفشلش انها تضحكني. لا هي كان في موقف جميل لما انا كنت في الفصل الثالث بحاول اشيله، وداني جت عند بطنه كده، ففي بيبي عيط في الصاله، فانا حطيت ودني على ايه على بطنه، فضحك والجمهور ضحك وقعد يجري ورايا وبتاع من كده، وما خدهاش بشكل ان ازاي انت تعمل معايا كده يعني. صح. قال لي واد حلو قوي، برافو عليك، انت لماح ومش لماح وعملت بسرعه الموضوع، وايه طب هنتصرف فيها ازاي؟ لازم نعملها كل يوم، دي مفيش بيبي كل يوم هيعيط في الصاله. فابتدينا بقى نقول ايه كرش ومش الكرش اللي هو السيكونس ده يعني. طب ما كنتش قلقان في انك في عز نجاحك تقرر انك تتوقف؟ يعني كنت شايف ان انا في عز النجاحات ومحقق سينما ومحقق مسرح، ان انا اجي في وقت اعمل هولد؟ الهولد ده كان مهم جدا. اولا كان حصلت حرب الخليج طبعا، وحرب الخليج انت عارف دايما اي مرحله في الفن او جيل في الفن هو 10 15 سنه
طبعا 15 سنه ويسلم يعني اللي بعده ويسلم اللي بعده بيبقوا جراندات بعد كده حتى اللي موجود ما بقاش يفضلش جاي. لما قامت حرب الخليج واحنا لسه طالعين يعني الشباب احنا كشباب حتى على مستوى الطرب هتلاقي مثلا علي الحجار ومدحت صالح ومدحت صالح وكل الناس دي لما حصلت حرب الخليج استاذ هاني شاكر وقف كل الدنيا وقفت لان كان الفن اساسا اللي بيرجع فلوسه التوزيع الخارجي بتاع الخليج صح وقف كام سنه 10 سنين تقريبا لحد ما الدنيا بدات تتعافى في بدايه الالفينات لما ادركنا ان احنا لازم نعمل ان نجيب الفلوس داخليا ونغطي من جوه وزاد الداخل دور العرض وزاد دور العرض وما اعرفش ايه فبقى في جيل تاني يعني فاهم قصدي فانت خلاص ما تقدرش انك ايه تيجي في مرحله المفروض كنت انت هتستلم تبقى انت يعني خلاص الجيل الثاني خلاص طالع بياخد فرصته وبياخد قصدك في جيل اتظلم في الوسط طبعا احنا جيل اتظلم في النص طبعا